أهلا بكم أبراج، هذا اليوم الاثنين الموافق الأول من كانون الثاني يناير 2024. طبعا نهني ونبارك لشعبنا، وأيضا نتمنى أن يعم السلام والازدهار في ربوع وطننا الحبيب، ونتمنى أن تكون سنة 2024 يعني سنة أفضل من 2023. طبعا اليوم أشع القمر في برج العذراء بدرجة 9، طبعا حالة إيجابية وجيدة. وأيضا نتحدث في الفقرة الحرة عن كيفية التوقعات لبداية كل سنة، وما هي الطريقة التي تؤخذ كي يتم التوقع من خلالها للوضع القادم. إذن مولود هذا اليوم يحمل الخارطة رقمية 181، شخصية هادئة متزنة وقورة منضبطة، تخطط عملية، أيضا لا تؤمن بالخيال إطلاقا. أيضا خلينا نروح إلى توقعات الأبراج لهذا اليوم، واللي راح نتناول هذه التوقعات اليوم. الحمل خطواتنا قد لا تنسجم مع طبيعة التكوين. ليش؟ لأنها الزوايا الموجودة هذا اليوم قد تعيق من حركتنا، تؤخرنا وصولنا إلى 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 مكان عمل أو لقاء ربما. أيضا الجانب النفسي قد لا يبدو مشجع هذا اليوم. الثور، العلاقات، المال، الزواج، العاطفة، السفر تبدو واضحة هذا اليوم. يبدو أصحاب برج الثور في أعلى مستوى من الطاقة التكوينية. إذا كان يعني رغبتم القيام بسفر فيعدنا الأوقات الجيدة جدا. الجوزاء، علينا أن نتوقف قليلا عن بعض ربما المبادرات هذا اليوم، ونأخذ ربما أيضا نفس ونهدأ أكثر كي نستطيع القيام بنوع من التغيير خلال الأيام القادمة. أصحاب برج السرطان، بعض يشعر برغبة كبيرة أن يقوم بسفر أو يغير، أو ربما يلتقي بأحباء بأصدقاء يطور علاقاته. هذا اليوم يوم مثالي جدا في مجال العلاقات وفي مجال السفر تحديدا. الأسد، هذا اليوم نذهب باتجاه المال، باتجاه الأعمال، نفكر في كيفية تعويض الخسائر المالية، في كيفية الوصول إلى حالة مالية ربما مثالية. قد يعني تنتابنا هذه الأفكار، لذلك أيضا علينا أن ننتبه إلى صحتنا خلال المرحلة القادمة. أصحاب برج العذراء، طاقة عالية إيجابية، أفضل يوم لبداية دورة حياتية جديدة، ربما للزواج، للانتقال إلى سكن، شراء سكن، السفر. يعد اليوم لو قمنا بسفر سيكون سفر نموذجي وإيجابي ومليء بالمفاجآت السارة. الميزان، اليوم قد نتعرض إلى متاعب نفسية وصحية، يعني لسنا بطاقتنا، نبدو في حالة من الضجر، الملل، التعب، وأيضا قد نكلف بأعمال إضافية. لذلك يفضل أيضا أن نترك كل هذا، وأيضا أن ننشغل بأمور يعني فيها هوايات ترويحية في الجانب النفسي والاجتماعي. العقرب، قد نعزز أوضاع السفر، ممكن القيام بسفر، نتلقى دعوة من محب، من صديق، من الأهل لحضور احتفال أو اجتماع، أو ربما نلتقي بمحبين هذا اليوم، ويعد أيضا فرصة للزواج مهمة جدا. القوس، يجب أن نحافظ على هدوءنا هذا اليوم وعلى طبيعتنا، وأن لا ربما ننشغل بصعوبات أو بمتاعب. ليش؟ لأنه هذه الأمور ربما قد تعرضنا لنوع من التشنجات مع الآخرين. الجدي، من أفضل الأوقات للقيام بسفر خارجي للارتباط أو الزواج، بالتالي هذه نقطة مهمة جدا ومشجعة علينا نستفاد منها. والكثير ربما يحصل على بعض المكاسب المالية، هذه المكاسب المالية قد تكون إيجابية ومهمة. أصحاب برج الدلو، طبعا يجب أول نقطة أن لا نجازف بالمال، المال ربما قد ننخدع ببعض المظاهر ربما الكاذبة هذا اليوم، وربما قد نخسر موقفا عاطفيا أو موقفا أيضا ماليا مع الآخرين أو الشركاء. أخيرا أصحاب برج الحوت، فرصة لمتابعة النشاطات بحماس، طبعا البعض ربما يرغب بالقيام بمبادرة بتحرك، لا ننصح بذلك، وأيضا ربما فرصة لخطبة أو زواج، والبعض ربما أيضا قد يتلقى دعوة، لكن ربما قد يعتذر عن تلبية هذه الدعوة لبعض الانشغالات أو بعض الظروف. قد تكون ظروفنا بهذا الشكل هذا اليوم، لذلك علينا نتوخى المزيد من الدقة والحذر. أكيد الله أعلم بذلك. مشاهدينا، عودة للزملاء لكن بعد الفاصل.